ومن كلمات ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال: اعتبروا الناس، يقول لأصحابه: اعتبروا الناس بأخدانهم، فإن المرأة لا يخادن إلا من يعجبه. اعتبروا الناس بأخدانهم، فإن المرأة لا يخادن إلا من يعجبه. وهذا مأخوذ من قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح المروي في السنن: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالف. صحيح كما قال ابن مسعود: المرء لا يخادن إلا من يعجبه، يعجبه في تصرفاته، يعجبه في عقله، يعجبه في تفكيره. فإذا رأيت أحدا يخادن أحدا، يعني صديق، يعني صديقا له، ملازما له، محبا له، فاعتبر هذا بهذا بذاك، فإن الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف، وما تخالف وما تناكر منها اختلف. فاعتبروا الناس بأخدانهم، وهذا يدل على ذات. فمن جهة الأعمال، إذا رأيت من يغشى المعاصي والكبائر، ورأيت من يصاحبه ويلازمه، فاعتبره بذاك، واخشى عليه أن يكون مثل صاحبه، لأنه إما أنه لم يعلم بفعل صاحبه، وإما أنه علم فرضي، ومن علم بالمعصية فرضيها كان شريكا لصاحبها في الإثم. في الألسنة، إذا وجدت أن فلانا سبابا شتاما، كثير الغيبة، كثير الوقيعة، وتجد أن فلان كثير الصحبة له، لا يخالفه ولا ينهاه ولا يفارقه، فأعلم أنه شبيه به، رضي صنيعه. في العقول، الناس يتقاربون في العقول وفي التفكيرات، فإذا وجدت في عقل أحدهم محبة للعلم، ووجدت من يصاحبه، فتعلم أن من يصاحبه محبا للعلم، فتعلم أن من يصاحبه محب للعلم وإن لم يكن من أهل العلم. إذا وجدت من يصاحب صاحب السنة، فتعلم أنه صاحب سنة، لأنه كما قال ابن مسعود: اعتبروا الناس بأخدانهم. وإذا وجدت من يصاحب أهل الأثر، فهو محب للأثر ولأهله. وإذا وجدت من يصاحب أهل الرأي ويلزمهم، فتعلم أنه محب لهم، وأن له حكمه. من أحب السنة صحب أهلها، ومن أحب المحدثات صحب أهلها، والمرء على دين خليله كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذه وصية، وما وراء هذه الوصية بعد الاعتبار أن تعتبر نفسك. ليس المقصود أن تحكم على الناس، ولكن هذه عبارة لطيفة من ابن مسعود، حيث قال: اعتبروا الناس بأخدانهم. لكن إذا أردت أن تعتبر الناس، فلا بد أن تعتبر نفسك قبل أن تعتبر الناس. ولكن من الناس من لا يحب أن يواجه بالنصيحة والوصية، ولكن جعله ابن مسعود رضي الله عنه، جعل هذا الموصى حكما على غيره، وإذا تأمل وجد أن في العبارة أن يحكم على نفسه. فاعتبر نفسك بأخدانك، فإن المرء لا يخادن إلا من يعجبه. إذا كان كذلك، فتأمل نفسك ومن تصاحب، هل تصاحب أهل الطاعة أم أهل المعصية؟ إذا وجدت من يأنس لأهل العصيان ولو كان ظاهره الطاعة، ففي الغالب أن نفسه من داخلها تنازعه إلى العصيان ولو من طرف خفي. وإذا وجدت من يصاحب أهل العلم، وجدت أن نفسه تنازعه إلى العلم ولو لم يكن من طلبته. وإذا وجدت نفسك تصاحب أهل السنة، فمعنى ذلك أن قلبك محب لها. وإذا وجدت نفسك تصاحب أهل المحدثات وأهل الغيبة وأهل النميمة وأهل الوقيعة، فتعلم أن المرء على دين خليله، فإذا تبدأ مع نفسك بالإصلاح. كلمة ابن مسعود هذه لنفسك ولغيرك، وهذه وصية تربوية جامعة دعوية، وكل حسيب نفسه. والله جل وعلا يقول مخبرا عن قول
بعضهم يوم القيامة: يا ويلتى ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني، وكان الشيطان للإنسان خذولا.